السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله يا شباب، النهاردة احنا وصلنا خلاص لآخر فيديو في السنة. هنتكلم فيه ملاحظات، شوية ملاحظات مهمة كده للجراف، يعني إن شاء الله نحاول نستغلهم. هو السؤال الحمد لله بيبقى مش صعب، بيبقى هدية، فاحنا هنراجع مع بعض كده، وانتوا بتبقى غلطاتكم عبيطة جدا فيه، فهنحاول بإذن الله مع بعض كده ايه نجيبه كده على السريع عشان بإذن الله نضمن درجاته. وهنحاول نعرض أصعب مثال، يعني احنا هناخده مثال دلوقتي أصعب حاجة يعني تقيلة، ونلم كل الأفكار، يعني مفيش مسألة بتيجي بكل اللمة كل الكلام ده، ولكن احنا ايه هنتك قوي يعني بحيث ان اي مسألة تيجي في الامتحان تبقى أسهل من اللي احنا هنقوله يعني. طيب يلا بينا، بسم الله. أول حاجة كده شباب، في مكتوب كده عندك دلوقتي ايه خطوات حل مسائل الجراف، دي مهمة جدا يا شباب. تتقرا كويس جدا، واحنا هناخد واحده واحده من دلوقتي ونقول لك انت لو فهمت دي انت ما تحفظش دي، ما تكتبهاش في ورقه الامتحان، لا دي انت تحفظها في دماغك كده او تفهمها في دماغك زي ما هنشرح عليها دلوقتي، يعني كل حاجه دلوقتي هنشرحها. طيب تعال نخش في الموضوع على طول. هو بيقول لحضرتك هنا ايه، اعطي لك مثلا مساله، اعطي لك تيبل اهو، التيبل اللي عند حضرتك ده ماله، التيبل ده كده مقسمه لك قال لك احنا عندنا حاجة مثلا اسمها اكس ال وما بين الفريكوينسي، واعطي لك ارقام ايا كانت الارقام، وقال لك ان دي اسمها اكس، واعطي لك ارقام تحت الفريكوينسي وقال لك دي اسمها واي، وعايز اكس وواي. بس اول حاجة بقى البيانات بيقول لك ايه بقى، بيقول لحضرتك كده انت عندك التيبل ده، التيبل اللي عند حضرتك ماله، قال لحضرتك دلوقتي بيمثل لك اكس ال، انت لازم تقرا السطرين اللي بيبقوا تحت التيبل او فوقيه، مهمين جدا، ده دي حاجه، ده هما المساله، انت لو انت ما خدتش بالك منهم بيبقى فيهم كميه جيفن بتخلص حل المساله خالص، فتخلي بالك جدا. يعني التيبل ده بيبقى فيه سطرين فوق وفي سطرين تحت، ملخص الكلام ده اللي انا هقوله لك دلوقتي. قال لك ان التيبل ده فيه اكس ال، اكس ال ده عباره، اكس ال دي بتبقى جوه كويل، ده مساله من شابتر 4 يا شباب، الكويل اهو، الكويل احنا عارفين ان دي اسمها اكس ال، الاكس ال بتاعته ديت يا شباب بيقول لك الكويل انت حضرتك هترسم الكويل ده ليه عدد لفات ان وليه اريا ايه والاكسس بتاعه اسمه ال. قال لك انت عند حضرتك هنا بقى هترسم، ركز قوي في الحته دي، هيقول لك كده هترسم على حاجه اسمها الابسيسا، هترسم عليها ايه؟ الاوميجا، وهترسم الاكس ال على الاوردينيت. بالراحه يا شباب. اول حاجه، اول معلومه، مين هي الابسس؟ الاكس اكسس اسمه ابسس، بيقول عليه ابسس. طيب والواي اكسس بيقول عليه الاوردينيت، يبقى هو ممكن يقول لك ابسسه او اوردينيت، بالراحه بقى. تيجي انت اول حاجه هترسم مين؟ هتقول لي كده الاوردينيت اللي هو الواي اكسس، تيجي معلم عليه كده، ده الواي اكسس ودي الابسس اللي هي الاكس اكسس. بالراحه واحده واحده، تعالى كده اول حاجه بيقول لحضرتك ايه، بيقول لك هنا قراءه المساله جيدا، خلاص دي المساله، ده المحتويات اللي اعطاه، هو ما اعطاليش اكتر من كده، بس في الاخر قال لي فايند، فايند انا عايز بقى اجيب لي بقى لو سمحت اجيب له ايه بقى، قال لي جيب لي الميو، عايز فايند الميو، وعايز كمان غير الميو عايز البي الاكس، سوري الاكس اللي هي موجوده عند حضرتك هنا، وعايز الواي، انت تجيبهم له القيم بتاعتهم بكامل، الفاليوز بتاعتهم بكامل. تعال نقرا التعليمات بتاعتنا اللي احنا المفروض نكون عارفينها. اول حاجه يقول لك قراءه المساله جيدا والتاكد من ان العناصر الموجوده في الجدول اللي هو التيبل يعني هي المطلوب رسمها ولا محتاجه تعديل، بمعنى يعني ده انا هاخد من هنا على طول اروح على كراسه الرسم البياني او الجراف بتاعي واروح ارسم اللي هو على طول ده ولا محتاجه اعدل. لو انت مركز معايا في الفيديو من الاول كده هتلاقيني بقول لحضرتك ايه، ارسم على الاوردينيت اللي هو الواي اكسس يعني الاكس ال، وارسم على الاكس اكسس مش الفريكوينسي الاوميجا، فاحنا كده الجدول ده مش هنشتغله، محتاجين نعمل جدول تاني يكون فيه نبدل نشيل فيه الفريكوينسي للاوميجا. طيب ازاي اعمل الكلام ده؟ اول حاجه هي الاوميجا دي بتساوي ايه؟ بتقول لي يا مستر بتساوي 2 باي فريكوينسي، فانت لازم تضرب الجدول اللي عندك ده كله في كام؟ في 2 باي، يبقى دي اول حاجه عندنا ايه خلاص؟ يبقى انا اتاكد الاول من الحاجه اللي هشتغلها ولا لا، واقول هنا احول الجدول اللي عندي، تعال نحوله كده بسرعه. فانت اهو
الاكس ال، بدل ما الفريكوانسي تقول اوميجا وتضرب كل اللي عندك اللي تحت اللي فوق ما تزجيش جنبه، اوعى تيجي جنب الاكس ال اللي هو ما فيهاش تغيير، تضرب كل ده في 2 باي في الرقم اللي عطولك، 2 باي في الرقم اللي عطولك، 2 باي في الرقم اللي عطولك. هتقول يا مستر حتى الواي، الواي تضربها كام ايه؟ في 2 واي واي، 2 باي واي. في مشاكل لحد كده؟ خلاص يبقى احنا اتاكدنا اول حاجه. تاني حاجه بيقول لحضرتك ايه؟ ارسم رسم مبسط، لا قبل رسم مبسط، كتابه الريليشن اللي موجوده في الرسم على صوره الواي. لا تعالى كده تاني بقى، يعني ايه؟ انا دلوقتي خلاص يبقى انا عرفت دلوقتي الدنيا عندي هتبقى ما بين الاكس ال والاوميجا، يبقى لازم ارسم الريليشن اللي عندي على صوره الواي بلس بص في اورنيج ايكوال، بص في اورنيج في اي اكس، بص في اورنيج في بي. تعالى بقى ناخدها، يعني ايه ده السلوب في الماس يا شباب او الريليشن بتاعه الماس؟ بيقول لحضرتك كده الواي تملي بيبقى ايكوال بص في اورنيج في اي اكس بص في اورنيج بي. تعالى كده يعني ايه مش فاهم، يعني لو انا عند حضرتك هنا دلوقتي هنا ايه ده واي وده، يعني الواي ايكوال 5 اكس، فالواي على الواي اكس اهو والاكس اهو، الريليشن ديت بتساوي ايه؟ الريليشن ديت على طول هنا مفيش فيها بص في اورنيجتيف بي، يعني دي مش موجوده في الريليشن ديت. ففي الحاله ديت بنقول ايه بقى؟ هنا انت ده الواي اكسس وده الاكس اكسس، واللي جنب الاكس اكسس بيبقى هو السلوب. يعني ايه؟ يعني بص في اورنيجتيف ايه دي هي مين؟ السلوب بتاعنا. طب بص في اورنيجتيف بي هي مين؟ الواي انترسبت. يعني ايه الواي انترسبت؟ هنعرف دلوقتي الجزء المقطوع من الواي اكسس. بمعنى هل انت دلوقتي الواي ايكوال بص في اورنيجتيف ايه في الاكس بلس بي، هل هي موجوده في الريليشن دي؟ تقول لا مستر الريليشن دي ايكوال واي واي ايكوال 5 اكس بس، مفيش بص في اورنيجتيف بي اللي هو الواي انترسبت. ففي الحاله ديت الريليشن بتبقى واي ايكوال اي اكس، لان الخمسة هنا بص اهي. طيب ففي الحاله دي نقول لك ايه؟ نقول لك الخط يطلع لينير كده. طيب واحدة واحدة بقى، طب يا مستر معلش، طب لو كانت الواي مثلا هي نفس الريليشن فوق بتساوي مثلا 5 اكس بلس 3، في الحالة ديت بقى ده الواي اكسس وده الاكس اكسس، واللي جنب الاكس اكسس هو السلوب، واللي جنبهم بالبلس ده اسمه مين؟ الواي انترسبت. فبالحالة دي لو انت حبيت تمثلها فهتعمل ايه بقى؟ الواي اهو والاكس اهو، كده كده السلوب بخمسة مش هتفرق، بس الفكره ان هنا عندنا واي انترسبت. بس ترجع تبص الواي انترسبت ده بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ ده بالبوزيتيف، يبقى تطلع فوق شويه. طب لو كان بالنيجاتيف يا مستر تنزل تحت شويه، نيجاتيف 3 هو هنا بص في 3، طب نيجاتيف 3 وتطلع عامل كده. طب هو لو ما كانش موجود يبقى يطلع اوريجينال. في مشاكل لحد كده يا شباب؟ طيب يعني الكلام دوت ايه يا شباب؟ الكلام ده تحول الريليشن اللي عندك بالمنظر ده. طيب الريليشن اللي عندنا بتساوي ايه؟ والله ما بين الاكس ال والاوميجا. طب ايه علاقه الاكس ال بالاوميجا يا شباب؟ تقول لي كده بالراحه يا مستر، انت عند حضرتك هنا الاكس ال ايكوال اوميجا في ال، اكس ال ايكوال اوميجا في ال. فتعالى كده حول بقى الريليشن دي للمنظر ده. والله هو قال لي الاكس ال على الواي، فانت لازم تحط الريليشن الاكس ال تفضل على الواي، فيبقى الواي ايكوال. يعني طب هو مستر لو كان حاطط لي الاكس ال جوه، لا انت لازم تطلعها بره، يعني تظبط الريليشن بتاعتك على المنظر اللي قدامك ده. طيب يعني لو كان قايل لحضرتك ارسم الاوميجا هي اللي على الواي اكسس، فكنت انت مضطر تخلي الاوميجا الناحيه اللي هناك وتجيب الاكس هي اللي تحت ال ال. فاهم قصدي؟ الكلام ده مهم جدا يا شباب. طيب هو قال لك هنا ده اخد الواي اكسس، الواي ايكوال اي اكس، ما عندناش بص في اورنيجتيف هنا بي، خلاص الاكس هنا اخد مين؟ اخد الاوميجا على الاكس، يبقى السلوب اللي عند حضرتك مين؟ ال ال. مين ال ال ده؟ ال ال ده السيلف اندكشن كوفيشنت. طيب واحده واحده بقى، يبقى انت عرفت ان السلوب بتاعك هنا دلوقتي ايه؟ اللي هو ال ال. طيب يا شباب واحده واحده بقى، ديت رقم 2، يبقى انا عملت الريليشن اللي عندي. تالت حاجة رسم مبسط بدون أرقام، يعني احنا خلصنا تاني واحدة، تالت واحدة يعني إيه رسم مبسط بدون أرقام يا شباب؟ يعني قبل ما تمد إيدك في كراسة الرسم البياني بتاعت الجراف بتاعتك، أوعى كده أنت خلاص بقى بتسخن بقى ويلا روح ارسم على طول، لا يا باشا، ورقة الجراف بتاعتك ما يتحطش فيها جومة. لازم ما يتحطش فيها جومة، هو عادي ما فيهاش أي حاجة، بس أنت عشان تبقى واد معلم كده، طب تعمل إيه بقى؟ علشان أنت تبقى مطمن هيفيدك، وهقول لك هيفيدك إزاي كمان شوية. طيب بالراحة بقى، رسم مبسط بقى، يعني خلاص أنا عرفت بقى كده إن الواي عندي هيكون الإكس إل، والإكس عندي هتكون الأوميجا، فالرسم هتطلع ستريت واير، والسلوب بتاعي هيبقى مين؟ هيبقى الإل. يبقى السلوب بتاعي هيبقى مين؟ الإل.
ال سيلف اندكشن كوفيشنت. طيب رابع حاجه بقى يا شباب، يبقى احنا رسمنا رسم مبسط ضروري تعمله عشان تعرف انت هتشتغل ازاي. رابع حاجه حساب السلوب وما يساويه، دي اهم نقطه يا شباب. بمعنى ايه بقى؟ هو السلوب ده بيساوي ايه؟ تقول لي السلوب يا مستر بيساوي دلتا الاكس ال على دلتا الاوميجا. بمعنى ماثيماتيكال السلوب ايكوال دلتا الواي على دلتا الاكس. فدلتا الواي اللي هي دلتا اكس ال اللي هيترسم على الواي، ودلتا الاكس اللي هي الاوميجا اللي هيترسم على الاكس. طيب ده بيساوي ايه؟ ماثيماتيكال بقى بنقول ان الاكس 2 اكس ال 2 ماينس الاكس ال 1 اوفر الاوميجا 2 ماينس الاوميجا 1. طب ده بيساوينا ايه؟ يعني بيدينا ايه يعني لما اعمل كده؟ بيدينا ال ال. مين ال ال ده يا شباب؟ السيلف اندكشن كوفيشنت اللي هو السلوب. طب وال ال بيساوي ايه بقى؟ تركز كده. ال ال ده يا يوسف بيساوي ميو، تفتكر انت الكلام ده؟ ميو ان سكوير ايه على ال ال. طب انت ليه عملت كده؟ لان في الحاله دي هو طالب الميو اصلا، فانت لازم كده السلوب بيساوي اكس 2 ماينس اكس 1 على اوميجا 2 ماينس اوميجا 1. طب اكس 2 اكس ال 2 اجيبهم منين دولت؟ هتجيبهم من التيبل وهقول لك هتشتغل عليهم ازاي دلوقتي. بيساوي ال ال بيساوي ايه؟ اكس ال. انت بتعمل الخطوه ديت ليه؟ علشان لما تيجي تشتغل ما تتلخبطش، تبقى انت عرفت خلاص. يبقى انت جبت الكلام اللي هو عايزه كله نظريا، بس هتروح تطبقه بالعمل كانك انت بتحاول تضحك عليا يعني. طيب تعالى بقى اخر حاجه بقى، هي الرسم الحقيقي بقى اللي احنا نروح نرسم رسم حقيقي، اللي هو اخر حاجه الرسم رسم حقيقي مع مراعاه ما يلي. اول حاجه بقى تعالى كده، لو انا جيت دلوقتي قلت لحضرتك هنا ايه، تعالى جينا نرسم رسم حقيقي اهو. كرست الرسم البياني او الجراف بتاعتك بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى عامله كده، مربعات زي ما انت شايف كده. في ناس بقى هتيجي تبتدي دلوقتي، هتبتدي منين؟ الافضل يا شباب تيجي تبتدي من الحرف، من على الطرف كده. في ناس بتبتدي من هنا، يعني في ناس كده ايه شدت خط كده، وده اكتر الناس لا شدت خط من فوق وخط تحت من كده من الاخر كده وابتدت تشتغل من هنا. ماشي مفيش مشاكل، بس الافضل ايه؟ لا انت اشتغل من الاول كده من الاخر من بره. يعني اكتب الارقام هنا 0 5 10 15 يبقى في الحته البيضاء اللي بتبقى في الجنب. نفس الكلام وانت بتكتب الارقام تحت، ممكن تكتبها كده 5 10 حسب ما اقول لك ازاي تعملها، بس ممكن تعملها كده 5 10 يعني تكتب الكتابه 100 200 بالجنب، علشان لو انت كتبتهم جنب بعض ساعات في ناس ايه الكتابه بتخش في بعض ما تبقاش عارف كاتب ايه، فالطريقه اللي تريحك اعملها. طيب عملنا الخطوه ديت، اول حاجه ايه بقى يا باشا؟ هنرسم يا عم اهو، هي كأني كل دوت كروس الجراف بتاعتك. تعالى هنحط اول حاجه، ارجع تاني كده للصفحه بتاعت حضرتك، بيقول لحضرتك ايه بقى هنا؟ بيقول لحضرتك هنا كتابه الميجرنج يونت والفيزيكال كوانتيتي على كل اكسس. تعالى بقى والله يا باشا انا من الرسمه بتاعتنا اللي احنا عارفينها عرفنا ان الكلام هيطلع ستريت واير، فانت مع السخونيه بتاعت الحل وخلاص انت بتحس انك ضمنت المساله والكلام كله، ما هو انت خلاص عرفت ده يعتبر حل المساله يا شباب، الباقي كله بتاع تتحول ده على الجراف بس على الكراسه بس. طيب فانت بتاخد السخونيه بتاخدك شويه وبتبتدي بقى تشتغل كانك خلصت المساله وبتشتغل عادي بقى، وبتبص انت اللي بيشغلك الارقام بتاعت التيبل انك هتعرف تعمل لها سبيس ولا لا، هتعرف تاخدها ولا لا، بس انا هحلها لك ان شاء الله دلوقتي. طيب بس تنسى ايه بقى في الحوارات دي؟ بتنسى الاكس اكسس واكس، وانا عانيت يا شباب، احنا كلنا عانينا طول السنه منكم صراحه من حته من كتر الناس اللي بتنساها، حرفيا انت لو نسيتها هتاخد صفر. شوف بقى حرفيا، ولو عملت ايه باللازم، ولو مش لو عملت اعاده تصحيح انت لو عملت ايه باللازم، صفر صفر صفر. فخلي بالك بقى علشان دي سؤال سهل منطقي. طيب هو الاكس ايه اللي بقى؟ فانت خد ده كده اكتبه على طول، بس احنا المره دي احنا بنرسم ما بين مين وما بين مين؟ احنا مش بين الاكس ال والفريكوينسي، احنا بين الاكس ال والاوميجا. فالاكس ال تاخدها اكس ال، والاكس ال اليونت بتاعتها الاوم، وما بين الاوميجا اليونت بتاعتها ايه؟ الاوميجا راديان، اللي هو الراد يعني بير ساكت. في مشاكل لحد كده؟ طيب واحده واحده بقى، طبعا انت ضربت كله في 2 باي، يبقى احنا اول حاجه كتابه الميجرنج يونت ورعيناها. طيب ايه كمان يا شباب؟ تاني حاجه بيقول لك اختيار مقياس منتظم وثابت. تعالى بقى يا باشا، الارقام اللي بيبقى اعطيها لك هنا انت بتترعب منها، يعني انت ممكن تيجي هنا مثلا اعطي لي ارقام 30 30 40 50 60 70 80، في ناس بتتغابى شويه وتيجي واخده التيبل اللي هنا، واعطي له مثلا 30 40 50، تيجي واخده التيبل
او 30 40 50. انت لا انت صفر، بدل ما انت قلت صفر ما ينفعش تقول صفر 30 40 50 60. انت كده في بتتغابى ليه؟ لازم تكون المسافات ما بين كل مربع ومربع ثابته. انت هنا سبت الفراغات ديت، سبت من صفر 30 يبقى بعد ال 30 يبقى 60 مش 40. طب يا مستر انا عايز يبقى 30 40، يبقى ما تاخدهمش بقى صفر 30، تقول صفر 0 10 20 30 40 50 60. فاهم قصدي ازاي؟ تخلي بالك منها. طب يا مستر بقى هو الراجل ده ساعات بيتذاكى عليا، او مش بيتذاكى، بيحط لي ارقام صعبه زي ايه بقى؟ ده اللي انت خايف منه. فيها بوينت كده يا مستر، اللي هو مثلا يقول لك ايه 40 50 57.02 60.05 70 80. اللي انت ما تعرفوش باشا ان لازم يحط لك اللي حاطط الامتحان في التيبل، لو جابه رخم كده لازم يبقى فيه تلات نقط، تلات نقط تعرف ترسمهم. واللي انت ما تعرفوش بقى ان الجراف مش محتاج ترسم كل النقط، يعني انت مش محتاج ترسم كل النقط. يعني انت دلوقتي انا عندي التيبل بتاعه 1 2 3 4 5، خمس نقط صح؟ انت مش محتاج ترسم الخمسه على فكره، انت محتاج ترسم الثلاثه، واسهل ثلاثه اختارهم. يعني لو جالك تيبل رخم بقى فيه بوينت بوينت، ما تاخدش الارقام فيها البوينت، حبيب قلبي بيحط الامتحان مش جاي يهزر معاك او جاي يرخم عليك، لا ده هو زي ما بيحط لك ارقام ممكن تضايقك لازم غصب عنه يحط لك ثلاث ارقام تعرف تمثلهم. وانت ذات نفسك في الطبيعي مش شرط تعمل تمثل كله، تمثل ايه الثلاثه بس. يعني بمعنى ايه؟ احنا عندنا دلوقتي هناخد التابل بتاعنا خلاص، احنا عارفين اصلا هو هيطلع ستريت لاين من قبلها من الحسابات بالورقه والقلم، احنا بس ايه شغلنا عليه. طيب فهتطلع كده. عرفت ليه الحسابات لازم تبقى مهمه؟ لان انت زي مساله بتاعت شابتر 5 كده ممكن يطلع لك الكلام بالورقه والقلم، المساله هيطلع لك كده انك الانترسبت فيها بالنيجاتيف فتنزل لتحت. فانت بقى لو انت ما كنتش شغال الخطوه ديت على ورقه والقلم هتضطر تمسح كل ده بعد الرسم، هتعرف ان ما مش هتمشي كده، انت محتاج تنزل لتحت وانت بادئ من تحت اصلا. فساعتها في الحاله ديت هتبتدي انت ايه من النص، فمش هتاخد وقت تمسح يعني. فتركز الاول على الحسابات بتاعتك ديت، تشوف انت هتبتدي صفحه منين. طيب تعالى بقى نكمل هنا. تعمل ايه اصلا قبل ما ترسم ده؟ يعني اهو الاكس ال بالاوم اهو، والاوميجا بالراد بير سكند بالرحبه. بتختار اسهل ثلاث نقط عندك، كام نقط؟ اسهل ثلاث نقط عندك، وتيجي كده بسن القلم وهو ميت. يعني ايه سن القلم وهو ميت؟ يعني ما لقاكش كده عطولي غرزه، لا واحده واحده ما تتشافش كده. تيجي مثلا ما بين الخمسه والعشر كده اعمل كده، موت القلم. بص انت ممكن ما تبقاش شايفها، تموت بالبساطه كده. طب يا مستر بعد كده ايه؟ تجيب مسطرتك وهو ميت كده، وتشوف التلاتة أصلا على استقامة واحدة ولا لأ. ما هو لو مش على استقامة واحدة يبقى، طب يا مستر ما طلعوش على استقامة واحدة، ترجع تراجع إيه بقى؟ تراجع الأكسس بتاعتك اللي هنا، أنت سايب الفراغات صح ولا لأ؟ في حاجة تمام هنا؟ أدي واحد اتنين. تراجع البوينت، هل أنت حاططها في المكان الصح ولا أنت أصلا مرحل للبوينت؟ فاهم قصدي؟ إحنا بنختار تلاتة إيه من خمس بوينت. طيب يا مستر هما هما مثلا، تيجي أنت مختارهم عليهم، ألاقي بقى إيه بعد كده تعمل إيه؟ تيجي عندها كده تيجي موضح النقطة، بس موضحها إزاي الله يبارك لك؟ تعمل نقطة صغيرة كده وحواليها دايرة صغيرة، نقطة صغيرة ودايرة صغيرة، نقطة ودايرة صغيرة بالمنظر اللي عند حضرتك ده. في بقى ناس تعمل ازاي بقى؟ مش فرح هو مش حنة هي، بص انت بتفضل تعمل كده تعمل كده، ده كده غلط. ما تعمليش النقطة، ما تكتمهاش كده، ما تظللهاش النقطة، لا. طيب ولا تعملها كده، يعني في ناس يقول لك النقطة ايه؟ يعملها كده يقول لك اكس اكس اكس، لا ما ينفعش الكلام ده، لازم كده. طب يا مستر النقطتين بقى يا باشا لو انت عايز تحطهم، يعني هو كده خلاص الدنيا خلصت، بس انت لو عايز تحطهم النقطتين بقى من خمسه، النقطتين او الثلاث نقط بقى اللي هما فيهم ثلاثه مش عارفه او بوينت كام، طب مش النقط ديت مثلا لو هي حاططها لك في الاكس مثلا فليها مقابل في الواي، فتيجي فهتلاقي مقابلها في الواي سهل. مش هو لو هو هيحط لك مثلا تيبل رخم من فوق هتلاقي التاني تحتي سهل. فاهم قصدي ازاي؟ كده كده انت كده الجراف بتاعك خلص، بس انت لو هتكمل يعني النقط التانيه. طيب واحده واحده اخر اختيار مقياس ممتاز مثابت خلصناه، اسمه ده يحتاج الستريت لاين لثلاث نقط خلصناها، يعني احنا بدل ما الستريت لاين هو ثلاث نقط بس. تمام استخراج المطلوب من الرسم حلو جدا، تعالى يا باشا كل ده حوله على هنا. بمعنى ايه؟ انت عارف تعالى عند السلوب ده، طب يا مستر انا ما حولتوش على الرسم واكتفيت كده واشتغلت بده بس، من حق ادي لك صفر.
تاني يعني انت ممكن تاخد صفر في مرتين تاني بالراحه، تكتب تاخد صفر في مرتين غير كده ان شاء الله الدرجه النهائيه. طيب واحده واحده، لو انت نسيت انك تحط الاكس والواي، ولو انت اشتغلت الكلام نظري ما حولتوش هنا، طب مستر احوله هنا ازاي؟ بكل بساطه هنا، هو الاسلوب ده مش قال لك ان هو اكس ال2 ماينس الاكس ال1 هتاخد رقمين من هنا ورقمين من هنا، حلو جدا، واشتغل عادي واحسبه خلاص، بس كل الحكايه انك هنا ايه الرقمين اللي انت هتاخدهم تعمل المثلث بتاعهم، يا تعمل كده يا اما تعمل كده، مش شرط الاثنين يعني، هو كده خلاص. يبقى انت كده ايه، يبقى دي اهم حاجه عشان تقول انا خدت النقطتين دولت، يعني النقطتين اللي انت خدتهم بالنظر اسهل نقطتين تعمل من عليهم. طيب يا مستر الاكس والواي اجيبهم ازاي؟ ما هو انت عند الاكس في رقم صح، فتنزل من هنا انت الرقم تطلع طلع لك هنا مثلا الاكس، الواي مستر اجيبها ازاي؟ ما هو ليه نظير تاني على الاكس اكس، فتيجي مثلا طالع من هنا خابط نازل دوت الواي. في مشاكل لحد كده يا شباب؟ طيب الميو مستر اجيبها ازاي بقى؟ واحدة واحدة، تعالى بقى نظري، حسابات نظري كلها، مش انت جبت الاسلوب خلاص؟ جبت الاسلوب كده؟ طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ فتقول لي مستر بالراحة بس، الاسلوب بيساوي دلتا اكس ال على دلتا اوميجا في اكس ال2 ماينس الاكس ال1 على اوميجا 2 ماينس الاوميجا 1 بيساوي ال ال، والال ده ميو ان سكوير في الاي على ال، هو عايز الميو يا باشا. فالميو تعرف تجيبها بكل سهوله، ما هو عاطي لك الان في اول المساله، وعاطي لك الاريا، وعاطي لك ال، وعاطي لك ال الاكسس اللي هو المحور مش ال اللي هو السيلف اندكشن كوفيشنت، والسيلف اندكشن كوفيشنت ده اصلا السلوب، فاهم قصدي؟ وفي الحكايه ديت اللي انت عايزه كله ايه؟ جبته. فديت كانت ملاحظات سريعه، ارجو ان شاء الله كده ان احنا نركز فيها قوي ونركز على التعليمات ديت ونقراها كويس جدا، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمكم كده، ويبقى اسهل سؤال بالنسبه لكم الجراف، هو ان شاء الله سهل وما فيهوش اي حاجه، يعني احنا حاولنا كمان كده نجيب حاجه يعني مفتريه شويه، وان شاء الله ربنا يوفقكم في الامتحان، وان شاء الله نشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.